أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات، ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية يبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما شخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكم دايما معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. معظم الستات بيحسوا بالذنب بعد الإجهاض وبيتصوروا إنهم قاموا بسلوك خاطئ زي إجهاد نفسهم بحركة زيادة أو مجهود أدى لخسارة الجنين. الإجهاض شائع في الثلث الأول من الحمل وبيحصل لواحدة من كل 6 ستات. أغلب الإجهاضات بتحصل لأن البويضة الملقحة في الرحم مش بتتطور بشكل سليم، وبنسبة من 60-80% بسبب مشاكل الـ DNA أو الصبغة الوراثية في البويضة الملقحة. معظم أسباب الإجهاض أسباب طبية علمية، لا بسبب التمرينات ولا الجهد ولا ممارسة الجنس، وفي حالات كتيرة السبب بيكون مجهول. أهلا بكم. النهاردة طبعا واحد من أمتع الحوارات على الإطلاق في الناس الحلوة، والموضوع النهاردة موضوع له بعد درامي الحقيقة، الإجهاض المتكرر. الإجهاض المتكرر له بعد درامي ليه؟ أنا من الناس اللي بتهتم قوي بالفولكلور، بالحاجات القديمة بعشقها. فمثلا من ضمن الحاجات اللي بهتم بيها جدا أو بحب أقرأ عنهم كتير قوي وحقيقة الموضوع بتاعهم رايا وسكينة. من المشهور ومن الموجود في بعض الكتب اللي كتبت عن يعني حالة رايا إنها حصلها إجهاض متكرر، حتى جاء في المسلسل العظيم جدا اللي اتعمل بتاع رايا وسكينة اللي عملته الرائعة العبقرية الأستاذة عبلة كامل. عملت الحالة فيها إجهاض متكرر، كل شوية تسقط كل شوية تسقط كل شوية تسقط، وربطوا هم في الدراما وهو بيكتبوا، طبعا العبقري الدكتور العدل وهو بيكتب دكتور مدحت العدل ربط ما بين، بس بشكل كده سريع، ما بين انها اجهضت كذا مرة وبين حالة العدوانية الشديدة اللي عندها. سيبك من ده، احنا مش كل الناس اللي بتجي اجهاضات متكررة عندها حالة عدوانية، بس انا بقول لك قد ايه الدراما بقى، الإجهاض والدراما والإجهاض المتكرر وإزاي تأثيره السلبي على الست. خلينا ندخل علم شوية، بس الإجهاض المتكرر له تأثير أكيد وله علاقة لما يكون الموضوع كمان حقن مجهري متكرر. يعني أنا إجهاض متكرر ناتج
عملت حقن من جهري فاجهضت، عملت حقن من جهري تاني والحمل اتكون واجهضت. ده بقى كمان دي اجهاضات متكرره لحمل غالي التكلفه. فالجهاض المتكرر ده موضوع مشوق جدا جدا، ريبيتد ابورشن. حتى واحنا كنا بنذاكره في البكالوريوس درس كده، تقعد وانت بتذاكره حاسس بجو بليصي تحقيق حواليك، يعني كان دايما وهو بتشرح كده ايه ده، الله يرحمه الاستاذ دكتور اشرف رفعت، في حوار. فالنهارده نستمتع طبعا واحد من عباقره هذا الزمن المتميزين جدا، الاسم الكبير استاذ دكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم وكل الطب اصل عيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجاري، عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم، ورئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بك. اهلا بك دكتور. اي احنا ذكرنا خالد الذكرى الاستاذ دكتور اشرف رفعت، ما اعرفش الله يرحمه يعني. طبعا سمعت منه. ايوه طبعا اكيد سمعت منه. سمعت محاضراته. فعلا. الله يرحمه. الله يرحمه. ريبيتد ابورشن، الاجهاض المتكرر. كلمه تخليك كده يعني تحس جريمه كل شويه تحصل. إيه وعشان كده مهم ان احنا نتكلم عنه النهارده، سواء الاجهاض اللي بيحصل للاستاذه عبله كامل، يعني اقصد الاستاذه رايه في الفيلم اللي انت بتحكي عنه. مش فيلم ده، مسلسل. تمام. مسلسل. ماشي اوكي. يعني اقصد اقول يعني مسكينه، ده واحد من اعظم المسلسلات اللي اتعمل في مصر. مش هو فيلم. لا هو مسلسل. هو في فيلم مسرحيه تقريبا، حاجه في مسرحيه اسمها رايه وسكينه، الله يرحمها الاستاذه شاديه واستاذ عبد المنعم مدبولي وناس عظام. يعني تمام. هنحكي بقى عن الاجهاض المتكرر اللي حصل للنجمات دول او في التمثيل، يعني اللي هو التلقائي، وهنحكي عن الاجهاض المتكرر في الحقن المجهري. تمام. يعني اقصد اقول ان الاجهاض المتكرر مش لازم يحصل في الحقن المجهري، ما هو بيحصل في العادي. أيوة. تمام. ومن باب اولى ان احنا نركز عليه، سواء يعني احنا بنركز عليه في الحمل العادي، ومن باب اولى ان احنا نركز عليه كمان في الحقن المجهري، وخصوصا انه الحقن المجهري ده طفل غالي الثمن. بالظبط كده. فلازم نتكلم عنه النهارده. تمام. انا عارف. يلا انزل بقى بحلقه من المسلسل اللي انت كنت بتقول عليه ده. انا حسيت فعلا ان هو البرنامج اتقلب مسلسل دلوقتي. هو الست اللي عندها اجهاض متكرر لمجرد انها تسقط مرتين ورا بعض، خلاص ده اسمه اجهاض متكرر. يعني قبل كده كنا بنقول ثلاثه، قبل كده اللي هو من 20 سنه يعني، لكن دلوقتي خلاص لو بتجد يعني يحصل لها اجهاض مرتين ورا بعض، سواء كانت ولدت قبل كده او ما ولدتش، يبقى اسمها اجهاض متكرر. وطالما اجهاض متكرر يبقى في سبب، يبقى ندور على السبب عشان نعالجه، عشان الست بعد كده ان شاء الله تحمل، ولما تيجي تمثل بعد كده الحمل يكمل. تمام. حوارك اشبه بالمسلسلات العربي. تمام. ده انا برضو بتشوقني. تمام. فاحنا ندور على السبب عشان نعالجه. تمام. والاجهاض المتكرر ده نسبته منتشره، يعني مش زي الحمل خارج الرحم اللي اتكلمنا عنه قبل كده. واحد كل 200. واحد كل 200 ده 20%. 20%. واحد كل 5. يعني ده كل 5 حمل بيحصل اجهاض. اجهاض. والاجهاض ده ممكن يكون متكرر، لانه حصل مرتين ورا بعض، يبقى ده اجهاض متكرر. تمام. يا ترى اسبابه ايه ومين المتهم فيه؟ اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز دكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد بكليه الطب قصر عيني، واستشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجاني بمراكز الرياض. اهلا بيك دكتور طارق، منورنا في الناس. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا بحضرتك. الله يخليك. طبعا اول ما الدكتور هشام بدا يعني يرمي الكره في ملعب الرياض. اذا لان انت قاعد في مركز الرياض دلوقتي بتكلمنا عبر وسائل التواصل، يبقى الكره في ملعبك. قول لي اسباب الاجهاض المتكرر الشهيره، لانه احنا لو قعدنا نتكلم على الاسباب هنخلص الحلقه واحنا بنتكلم في الاسباب. بالظبط. باختصار دكتور عشان دكتور ايمن بينام مني بس. احنا الاثنين طب سريعا احنا بنسجل على فكره، احنا بنسجل بعد منتصف الليل بكثير. أيوة. بالظبط. اتفضل. هنقسمهم كده، هنقسم اسباب الاجهاض المتكرر الى اسباب تصيب الزوجه فقط، اسباب تصيب الزوج فقط، واسباب ممكن تصيب يعني احدهما او كلاهما يعني. اوكي انا كله حاجه بس يعني. خلينا نتكلم عن الزوجه ونخلصها عشان دكتور ايمن هينام مننا. لا 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 خلينا نخلص الزوجه. طيب. بس نتكلم عن الزوجه عشان الوقت الحلقه مش وقت الحلقه. تمام اوكي. فعلا دكتور ايمن في اسباب كتيره لموضوع الاجهاض المتكرر. في اسباب ممكن تصيب الزوجه فقط، اسباب تصيب الزوج فقط، وفي اسباب تصيب الاثنين. هنبدا اولا بالاسباب التي ممكن تصيب الزوجه. اولا الامراض اللي ليها علاقه بزياده تغلط الدم.
الحقيقه احنا عارفين ان الدم اللي واصل للبيبي بيمشي عن طريق بيوصل عن طريق المشيمه، والمشيمه دي بيغذيها الشرايين من الام. اذا لو في مشاكل في زياده تغلط الدم، ده هيؤدي للدم اللي واصل للجنين عن طريق المشيمه بيقل، ده ممكن يؤدي الى وفاه الجنين، وده بيؤدي الى اجهاض متكرر. اول سبب هي الامراض تغلط الدم. زي ايه؟ اهم سبب من الاسباب ديت هو المتلازمات، حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، ده بيتميز ان في اجسام مضاده معينه بتفرز وتؤدي الى زياده تغلط الدم. في امراض تانية لو في الا في مواد اللي بتقلل تغلط الدم، بمعنى ربنا خلق لنا مواد معينه بتقلل تغلط الدم، اذا المواد دي لو قلت ده هيؤدي الى زياده تغلط الدم، زي بروتين اس، بروتين سي، انتي ثرومبين وغيرها. ازاي بنشخص حاجه زي كده؟ اول حاجه عن طريق التاريخ المرضي. الحاله دي غالبا بيكون عندها زي ما قلنا عندها قابليه لتغلط الدم، ممكن يكون عندها مشاكل في تغلط الدم في احد الشرايين، في الاورده، عندها فاميلي هيستوري، عندها تاريخ مرضي في العيله ان عندهم جاره في تغلط الدم. برضه بناخد تاريخ ليه علاقه بالاجهاض، يعني الحالات ديت بيكون عندها اجهاض متكرر في بدايه الحمل، احيانا بيكون في اعراض في الحمل مع بتخلينا ناخد بالنا ان ممكن ده نتيجه قله الدم اللي وصل للبيبي، يعني مثلا الضغط العالي، تسمم الحمل، قله الميه او السائل الامنيوز اللي حوالين الجنين. دي كلها حاجات بتخلينا نشخص او بيدينا فكره ان ممكن ده يكون نتيجه زياده تغلط الدم. طبعا في تحاليل بتتعمل الاجسام المضاده اللي هي علاقه بالانتي فوسفوليبيد سندروم، بروتين سي، بروتين اس، انتي ثرومبين وغيرها من التحاليل. علاجها ايه؟ علاجها هي ادويه السيوله، حقن سيوله وادويه اللي هي بتزود السيوله الدم بجرعات عاليه. يبقى اول حاجه امراض زياده تغلط الدم. الحاجه الثانيه امراض المناعيه. خلينا نتفق يا دكتور ايمن ان الجنين بالنسبه للام هو جسم غريب. طب ليه الجهاز المناعي مش بيهاجم الجسم الغريب دوت؟ هو ربنا خالق في السيده الحامل بيحصل تغيرات وتحورات معينه في الجهاز المناعي بتؤدي الى حمايه الجنين من الجهاز المناعي بتاع الام. طيب لو في خلل في الجهاز المناعي بتاع الام ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى تكون اجسام مضاده معينه ممكن تهاجم الجنين، او الا في الاجسام المضاده اللي ممكن تدافع عن الجنين. طب ايه اهم اسباب الامراض المناعيه؟ زي ايه؟ زي مثلا حاجه مرض زي الذئبه الحمراء، مرض زي الروماتويد وغيرها من الامراض. بنشخصها ازاي؟ برضو عن طريق التاريخ المرضي. الحالات دي بيكون عندها اعراض معينه نقدر نشخصها عن طريق التاريخ المرضي والشكوى بتاعتها. برضو عن طريق التحاليل، بنعمل تحاليل معينه، تحاليل الاجسام المضاده. علاجها ايه؟ علاجها على حسب. لو حاله زي الذئبه الحمراء او الروماتويد او حاجه شديده كده، لا، في الحاله دي بنحولها على دكتور تخصص مناعه بحيث ان هو يظبط المرض ويقلل شدته عشان يحصل حمل وان شاء الله الحمل يكمل. اما لو حاجه بسيطه ممكن ندي بعض الادويه مثبطه للمناعه زي الكورتيزون وغيرها بجرعات معينه عشان يكمل الحمل ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثالثه، اتفضل يا دكتور. من الاسباب الاخرى برضه لو في اسباب تشريحيه، مشاكل في الرحم تشريحيه، احنا عارفين الرحم ده هو المكان اللي بيتزرع في الجنين. طيب لو في حاجز رحمي، لو في رحم ذو قرنين، لو في ورم ليفي داخل تجويف الرحم، لو في التصاقات جوه الرحم، لو في زوائد لحميه، دي كلها بتمنع ان الجنين يثبت في الرحم وبتؤدي الى اجهاض متكرر. برضو لو في امراض لها علاقه بالغدد، زي اهمها طبعا اللي هو السكر، السكر لدرجه ان الحالات اللي عندها السكر لو سكرها مش بيتظبط بنديها منع حمل، بنقول لها ما تحمليش دلوقتي لغايه ما السكر بتاعك يتظبط الاول، لان السكر من اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الاجهاض المتكرر. برضو لو في مشاكل في الغده الدرقيه ان كان زياده او نقصان، او حتى متلازمه تكيس الموبايل لو في خلل كبير في الهرمونات. في اسباب ثانيه برضه زي تقدم السن الزوجه، زي التدخين، زي زياده الوزن قوي او قله الوزن قوي، دي كلها اسباب تصيب الزوجه وتؤدي الى اجهاض متكرر. عظيم. بالنسبه اتفضل. هنقف عند الحته دي. اذا كتير من الاسباب التي ذكرت يعني مهمه جدا جدا، وعشان كده لما نيجي نعمل حقن مجهري او نسمع حتى بالحمل ان هو يحصل سواء حمل عادي او بالحقن المجهري، لازم نتاكد ان الزوجه ما عندهاش المشاكل دي، لا في المناعه ولا في التجلط ولا في الهرمونات تحديدا الغده الدرقيه والسكر، ولا ان عندها مشكله في الرحم. لان انا مش بدور، لو انا بعمل حقن مجهري مش بدور على حمل يحصل وبس، انا بدور على حمل يحصل وبعد مشيئه الله ويكمل. فعشان كده انا ما بستخسرش ابدا نعمل لها الفحوصات وتاكد ان هي ما عندهاش المشاكل دي، عشان لو عندها لازم تتعالج الاول قبل ما نعمل الحقن المجهري. ولو حمل عادي من غير حقن مجهري وعندها اجهاض متكرر، مجرد ما ندور على الاسباب دي والاقي سبب بمشيئه الله وعالجه، يبقى ان شاء الله الحمل المره الجايه هيكمل. دكتور طارق، نكمل الاسباب. انت كنت هتدخل على مستوى تاني في الاسباب. بالظبط كده، هو المستوى التاني اللي هو الامراض التي تصيب الزوج. حاجتين مهمين جدا، اول حاجه تقدم سن الزوج. اي نعم، تقدم سن الزوجه
ليه دور مهم في الاجهاض المتكرر، لكن برضه تقدم سن الزوج ليه دور. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا اللي هو بشاكل في تكسير الدي ان ايه. معلش قبل ما نكمل، اولا ان انت تقول لراجل انت ممكن تكون السبب في الاجهاض المتكرر ده شيء، الراجل اساسا ممكن يفتح بقه كده ويبرق يقول لك انا مالي يعني انا مالي، مش انا عملت اللي عليا وفي حمله حصل اجهاض متكرر، العيب مش فيا. وحته بقى سن الزوج دي مفاجاه للكل، يعني كلمه المربع كده اللي هو مكتوب الراجل ما يعيبوش سنه، لا دي خلاص ده في الطب كان بيتقال كده، اتلغت من الطب. اتلغت من الطب، يعني الراجل ما يعيبوش السن في موضوع الحمل والولاده والخلفه. لا 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 بقى دلوقتي انا اسف، عامل السن في الرجل مهم، مؤثر برضه في الجزئيه اللي هتكلم عليها دكتور طارق دلوقتي. اتفضل يا دكتور طارق كمل. الحاجه الثانيه يا دكتور امين مهمه جدا، هو تكسير الدي ان ايه في نواه راس الحيوان المنوي. بمعنى ايه؟ احنا عارفين الحيوان المنوي عباره عن راس ورقبه وديل، اللي احنا محتاجينه في الاخصاب هو الراس، واللي محتاجينه من الراس هي النواه، واللي محتاجينه من النواه هو الدي ان ايه اللي فيها، الماده الوراثيه بتاعتها. طب لو في تكسير زياده في الدي ان ايه دوت هيؤدي الى تكون اجنه مش كويسه، جنين مش كويس وراثيا. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى اجهاض متكرر. طب ايه اسباب تكسير الدي ان ايه في راس الحيوان المنوي؟ هو ليه اسباب كتيره، اهمها التدخين، اهمها برضو تقدم السن، لو في برضو دوالي على القسيه. طيب احنا بنشخص ده ازاي؟ ده بيتشخص عن طريق تحليل سائل منوي وتحليل اسمه دي ان اي فراجمنتيشن تيست، تحليل معين بنعمله بيتعمل بعد 3 ل 5 ايام من اخر علاقه زوجيه او اخر قذف، وده مهم جدا وبنعرف نسبه تكسير الدي ان اي. طب لو في مشكله طبعا الدكتور الذكوره بيكشف على الـ على الـ على الزوج ويكتب له العلاج، ولو محتاج عمليه دواليه رخيصه بيعملها طبعا بوقف التدخين. طب نفرض ان هو عمل كل العلاجات ديت وفي الاخر ما حصلش، مفيش تحسن، في الحاله دي بنضطر نعمل عمليه حقن مجهري. والهدف من عمليه الحقن المجهري في الحاله دي ان احنا نختار الحيوانات المنويه اللي فيها الدي ان اي بتاعها كويس، يعني اللي ما فيهاش فيها تكسير في الدي ان اي، وده باستخدام تقنيات معينه او عن طريق ان احنا ناخد عينه من الخصيه من الزوج. تمام، احنا كده خلصنا الاسباب اللي تتعلق بالزوج فقط. في اسباب تتعلق بالاثنين، ممكن تصيب الزوج او الزوج وهو مشكله الماده الوراثيه. قبل ما ندخل على المستوى الثالث حته الاثنين، الزوج تاني بكرر الكلمه اللي حضرتك قلتها يا دكتور ايمن، الزوج متهم لو زوجته تعاني من اجهاض متكرر، ممكن تكون السبب من عنده هو مش من عندها هي، فيما يسمى بنواه راس الحيوان المنوي متفتفته. المفروض النواه دي تبقى حته واحده زي الكوره كده، ده الطبيعي. لا، الزوج لو كانت عنده النواه متكسره اللي جوه راس الحيوان المنوي متفتفته، ده هيكون سبب ان زوجته لما تحمل هيحصل اجهاض متكرر. علاجه مع دكتور امراض الذكور بالادويه لتظبيط الهرمونات لو في لخبطه، جايز يعمل عمليه دوالي، لكن للاسف لو العلاج فشل فاحنا ما قدمناش الا ان احنا نعمل حقن مجهري. تقدر يعني تقول يا دكتور ايمن، انا عارف طبعا حضرتك عارف بس عشان خاطر اصحصحك معايا بس ما نمشي، يعني ايه دور الحقن المجهري لما يكون سبب الاجهاض المتكرر هو تكسر نواه الراس الحيوان المنوي عند الزوج اللي ادينا له علاج ولو كان عنده دوالي عملناها له و لكن مفيش فايده، مش راضي يتحسن، النواه برضه فضلت متكسره، ايه الدور؟ الدور ان انا هاخد حيوان منوي ايوه من الخصيه ما يكونش فيه الماده الوراثيه، في بدات تتكسر اللي هي بتتكسر بعد ما بتطلع من الخصيه. هايل. او حتى لو موجود في السائل المنوي في اجراء معين بنعمله وقت الحقن المجهري، الاطباق معينه دي بالظبط تشد الحيوانات اللي بتجتذب الحيوانات المنويه اللي نواتها سليم. ما هي المشكله في كده ان الزوج الحيوانات المنوية بتاعته جزء كبير منها نواتها متكسرة، فبيحصل حمل عشان هي جزء كبير منها متكسرة. يعني لو كل 100 حيوان منوي أكتر من 30، لو كل 100 حيوان منوي أكتر من 30 منهم نواته متكسرة، ففرص إن يحصل حمل بحيوان منوي من نواته متكسرة فرص عالية، ولو حصل حمل بحيوان منوي نواته متكسرة الجنين مش هيكمل، فساعتها نلجأ إلى الحقن المكاري. ممكن نرجع للحقن المجهري لحاله اجهاض متكرر. احنا قلنا لحد دلوقتي كام موقف، قلنا موقف اللي هو الدي ان ايه، ممكن نلجا. هنسمع كده من الدكتور طارق. طيب واحنا رايحين لك يا دكتور طارق، في بمناسبه الدراما بقى في فيلم اتقال فيه جمله دكتور على لسان دكتور، والجمله دي اللي كتب السيناريو بتاعها غلط، انه صور وكان الكلام كوميدي، قال للزوج انت لوحدك تخلف وللزوجه انت لوحدك تخلف، لكن انتوا الاثنين مع بعض مش هتعرفوا تخلفوا. ف يعني الجمله دي علميا صحيحه. تمام.
فعلا يا دكتور ايمن، احيانا بيكون في مشاكل في الماده الوراثيه بتاعه الزوج او الزوجه، تمام؟ لو في مشكله في الماده الوراثيه بتاعتهم، ده بيؤدي الى تكون بويضات او حبات منويه مش كويسه، يعني برضو غير سليمه، وده بيؤدي الى تكون اجنه غير سليمه، وده بيؤدي برضو الى اجهاض متكرر، تمام؟ فالعلاج في الحاله اللي زي دي برضو بيبقى بحقن مجهري، بس بدراسه الماده الوراثيه بتاعت الاجنه عن طريق تحليل اسمه بي جي اس، ان احنا بناخد عينه من الجنين قبل نقله جوه تجويف الرحم لدراسه الماده الوراثيه بتاعته. ده اخر اسباب اللي هو الاجهاض المتكرر. وحضرتك قلت حاجه مهمه، الدكتور طارق بيقول لو في خلل اصلا في الماده الوراثيه بتاعت الزوج او الزوجه، بالتالي الخلل ده هيوصل للاجنه، تمام؟ بس مش هو ده المثل اللي حضرتك بتقوله في الدراما. لا، حضرتك بتقول بدراما انت كويس وانت كويسه، بس انتوا الاثنين مش كويسين مع بعض، مش كويسين. واحد لوحده حلو، واحد لوحده حلو، بالظبط. واحد زائد واحد يساوي اثنين مش هيبقى حلو، بالظبط كده. وده حقيقي، مش في الدراما بقى، ده حقيقي في الطب. ان خلل في الماده الوراثيه بتاعت الاجنه نفسها اللي هي ناتج من الماده الوراثيه بتاعت الحيوان المنوي بتاع هذا الشخص مع الماده الوراثيه بتاعت البويضه بتاعت هذه الزوجه. لو هذا الزوج قابل زوجه ثانيه، لا، في ماده وراثيه للجنين هتبقى سليمه والحمل هيكمل، والعكس صحيح بالنسبه للزوج. طيب الزوج والزوجه مش هنقول لهم لا انفصلوا بقى عشان كل واحد يتجوز حاجه، يعني واحده تانية لا، يعني مش بنقول لهم كده اكيد، يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل لحل طبي للموقف اللي هم فيه. الحل الطبي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الحقن المجهري. بس الحقن المجهري مش العادي، الحقن المجهري اللي هنعمل فيه فحص وراثي للجنين عشان اتاكد مين هو الجنين السليم والجنين السليم اللي هو اللي هزرعه في الرحم. طيب انا كده قلت كام داعي للحقن المجهري في حاله الاجهاض المتكرر. حاله الاجهاض المتكرر اسبابها كتير، وبالتالي علاجها اشخص السبب وعالجه. تجلط اعالجه، مناعه اعالجها، سبب في الرحم اعالجه، خلل في الهرمونات اعالجها. لكن امتى اعمل الحقن المجهري؟ انا لحد دلوقتي قلت سببين. السبب الاول لو نواة راس الحيوان المنوي متكسرة والعلاج فشل، يبقى بلجأ ساعتها للحقن المجهري عشان اختار حيوان منوي نواته سليم. او لو المشكله في الماده الوراثيه للجنين، فانا بعمل حقن مجاري عشان اعمل تحليل وراثي للجنين واختار الجنين السليم. السبب الثالث، وهذا الجديد تماما في العلم، اللي هو مع تعداد وتكرار وكتير قوي الاسباب اللي قلناها بتاعت الاجهاض المتكرر، تخيل يا دكتور ايمن، يبقى لا يقل عن نسبه 20-25% من حالات الاجهاض المتكرر غير معلومه السبب. لا مناعه ولا تجلط ولا هرمونات ولا دي ان ايه ولا اي حاجه خالص. عملنا كل التحاليل والفحوصات وكله سليم، والمادة الوراثية بتاعتهم سليمة، والرحم سليم، ومفيش أي مشاكل. ثبت إن الحقن المجهري ليه دور في الحالات دي، حالات اللي هي unexplained recurrent pregnancy loss، اللي هي إجهاض متكرر لكنه مش واصلين السبب. عارف الفكرة معتمدة على إيه؟ الفكرة معتمدة إن إحنا لما بنعمل حقن مجهري لأول مرة بنشوف البويضة بعينينا، لأن اللي بنشوفه بالسونار قبل مرحلة سحب البويضات دي حاجة اسمها الحويصلات، البويضات بتبقى جواها. فإحنا لما نسحب مداخل الحويصلات ونشوف البويضات ونختار البويضة اللي جودتها كويسة ونختار الحيوان المنوي اللي جودته سليمة، لأن إحنا بنكبره كتير ونتأكد إن نواته سليمة، ساعتها بإذن الله بإذن الله الحمل هيحصل وهيكمل. يبقى ده دور الحقن المجهري في حالات الإجهاض المتكرر. وعندنا الحمد لله حالات في مراكز رياض الخصوبة إجهاض متكرر ما عندهمش أي أسباب، اتعملت لهم كل الفحوصات وكله سليم، لكن لما اخترنا الحيوان المنوي السليم والبويضة السليمة وعملنا فيهم حقن مجهري، ربنا أراد وحصل حمل والحمل كمل. يبقى الإجهاض المتكرر موضوع في منتهى الخطورة، موضوع في منتهى الأهمية، موضوع في منتهى التأثير النفسي. الست اللي حصل لها إجهاض مرة ولا مرتين، ما هو بقى متكرر مرتين، خلاص ما انت مرتين متكرر، بالظبط، لازم نراعيها نفسيا جدا. وهناك في اوروبا وفي امريكا في حاجه اسمها الجروب العلاج النفسي، بيقعدوا كلهم ويحكوا احاسيسهم ويحكوا مشاعرهم ويبداوا يفضفضوا زي ما بيقولوا. هنا في مصر يعني
المساله بتبقى واخده بعد اخر او صحيح. ساعات بيبقى في علاج نفسي سليم ماشي على نطاق علمي، وساعات يكون في ضغوط نفسيه تسبب مشاكل اكبر، وساعات الست تتهم، رغم ان النهارده الدكتور طارق النهارده قال لنا ان الراجل متهم، والنهارده كان في مفاجاه جباره ان سن الراجل له دور كبير بالزبط. في الاجهاض المتكرر وفشل الحقن المجاري، يعني بقى سن الراجل اللي كنا معتقدين ان هو ما مش مشكله انت سنك احنا خلينا بس في سن الزوجه، لا ده سن الزوج اصبح شديد الاهميه. صح كده؟ اكيد. هنروح بقى مركز الرياض نستمتع بتجربه نجاح إن شاء الله. ولكن الشكر موصول لضيفي العزيزين الاستاذ دكتور هشام الشاعر والاستاذ دكتور طارق الحسيني، نوروني في النهارده الناس الحلوه. الاجهاض المتكرر موضوع مهم جدا جدا جدا، وزي ما قلت الدراما ساقته في سياقات مثيره للغايه، واكيد انا هبعت جزء من مسلسل ريا وسكيلا للدكتور هشام عشان يستمتع بمشاهده الكتابه العبقريه للرياكشن الست والتمثيل العبقري ازاي بعد ادكار. في مشهد مشهور جدا بعد ما اجهضت، لازم تتفرج عليه فعلا، قعدت تصوت وتلطم وتقول جمله واحده بس ليه هني، ليه هني باللهجه الاسكندرانيه لا اله الا الله. وده يخليني اقف عند النقطه دي. لا حول الله. لا حول الله. خليكم معايا بس حلو. اسمي إيمان من اسم الصعيد. نيرة مهرة عبد الحميد من يابا نيمازون. قعدت سنين طويلة، الدكاترة قبل كده ما كانوا دايماً بيدوا منشطات وكده، إن أنا رحت الدكاترة كتير محدش عارف يشخص الحالة. الدكتور طلب تحاليل، وبناء على التحاليل قدر يقيم الحالة ويدي العلاج المناسب للحالة بس، وبعد كده ربنا كرمني في مركز الرياض. حد نصحني جيت هنا مركز الرياض، والحمد لله ربنا كرمني وجاية بعمل تاني، عندي نجل النهاردة وإن شاء الله ربنا يكرمني. يعني فرحة ما تتوصفش أساساً، كان ده حلم بالنسبة لي الحمد لله اتحقق. لما حسيت ان انا حامل وربنا كرمني الحمد لله، كان احساس كبير واحساس جميل خالص، وربنا يدي كل محروم ويحس الاحساس ده ان شاء الله. مركز الرياض تعامل كويس، اهتمام، معامله كويسه جدا من كل العاملين المقيمين هنا، الدكاتره بيتكلموا معانا بالراحه، بيفهمونا الحاله ايه العلاج اللي احنا محتاجينه. مركز الرياض مركز ممتاز جدا، كاست الدكاتره والممرضات وكل الناس اللي فيه والاستقبال ناس ممتازه جدا. الاستقبال هنا فوق الممتاز صراحه، كلمه ممتاز قليله يعني فوق الممتاز. رايي في الاستقبال استقبلونا احسن استقبال. قسم التمريض هنا مدربين جدا، فاهمين شغلهم خالص، عارفين هما بيعملوا ايه، بيضحكوا على طول في وش المرضى ويحسوكي بالامان كده، يعني تحسي ان انت قاعده وسط اخواتك. يعني قسم التمريض ناس كويسة، حد فاهم هو بيعمل ايه وفاهم شغله، وحد عنده علم كبير. اي واحدة عندها تأخر انجاب تيجي المركز هنا تقدر تعرف حالتها ايه بالظبط وتقيمها. بنصح اي حد ان هو نفسه ان ربنا يديه يجي هنا مركز الرياض للقصور، لان هنا فعلا بيقيم الحاله وبيعرفوا ايه القصور في ايه وبيعالجوه، غير اي مركز تاني بره علاجات وخلاص. انا النهارده جايه عندي نجل، عملت حجم قبل كده ومعايا توأم، وجايه النهارده هعمل تاني عشان ربنا يكرمني تاني. على التعب واللف اللي الواحد شافه مع الدكاتره قبل كده هنا كان كل حاجه متاحه.